بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 31. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نواصل الكلام في بيان ما يستفاد من هذه الآيات من قوله تعالى يريد الله ليبين لكم، إلى قوله تعالى وكان ذلك على الله يسيرا. وقد انتهينا إلى أنه هناك فرق بين ما يريده الله لعباده وما يريده لهم أهل الضلال. فالله يريد لعباده الخير والهداية والتوفيق عاجلا وآجلا في تشريعاته وأحكامه وأوامره ونواهيه، وأما أهل الضلال وأهل الأهواء فإنهم يريدون للبشرية، يريدون لهم الشر والميل إلى الباطل، فيجب الحذر منهم. فهذه الآية والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فيها الترغيب بالتمسك بما شرعه الله سبحانه وتعالى والثقة به والحث على معرفته، وفيها التحذير من دعاة الضلال وأهل الباطل وهم كثيرون في كل زمان ومكان، فيجب أن نحذر منهم ولا نثق بدعواتهم إلا ما كان منها على طريق الصواب وطريق الحق. ويؤخذ من هذه الآيات النهي عن اتباع الشهوات المحرمة، قال جل وعلا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الشهوات على قسمين، الشهوات المباحة من الطيبات، وهذه لا حرج في تناولها، بل قد يكون للإنسان أجر إذا قصد بها الاستعانة على طاعة الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ويقول جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يقول جل وعلا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وأما الشهوات المحرمة كالزنا والسرقة وشرب الخمر وما يضر بالدين أو بالبدن أو بالعقل أو يضر بالمجتمع، فإنه مضر بالإنسان الذي يباشر هذه الأمور ومضر بغيره، فهو ضرر محض وشر مستطير. فعلى المسلمين جماعات وأفرادا أن يتنبهوا لذلك، وأن لا يتبعوا شهواتهم المحرمة التي تجرهم إلى الشر، كما قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويؤخذ من هذه الآيات النهي عن اتباع دعاة الضلال والإباحية، وأنهم لا يرضيهم الانحراف اليسير، كما قال تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهناك دعاة وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. قيل صفهم لنا يا رسول الله، قال هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هؤلاء يدعون إلى الإباحية وإلى الضلال وإلى أن يتفسخ المجتمع.
وأن يقع في مزالق الشهوات والانحرافات، ويدعون لذلك ليلا ونهارا في وسائل الإعلام وفي الكتب في النشرات، يدعون إلى تعطيل الحدود الشرعية لأجل أن الناس ينطلقون إلى هذه الشهوات المحرمة، يدعون إلى السفور ويدعون إلى العري، يدعون إلى حرية المرأة، الحرية التي تقودها إلى الضلال والشر وتوبق المجتمع بسببها. فإن بني إسرائيل إنما هلكوا لما تركوا الحبل على الغارب لنسائهم، وقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم والنساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فدعاة الضلال الآن يدعون على قدم وساق لتحرير المرأة كما يسمون، والمراد أنهم يحررونها من الخير إلى الشر، يحررونها من شرع الله إلى الأهواء، حتى تكون ألعوبة بأيديهم يتمتعون بها ثم يرمونها ويحذفونها إذا فرغوا منها، ولا يكون لها قيمة في المجتمع. أما دين الإسلام فيريد الكرامة للمرأة، ويريد صيانتها وعفتها، وأن تكون أما صالحة ومربية طيبة، وتكون معززة ومكرمة. هذا فرق ما بين موقف الإسلام وموقف أهل الضلال من النساء. يؤخذ من هذه الآيات محبة الله للتسهيل والتيسير على عباده فيما يشرعه لهم. الله جل وعلا يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فأي شيء فيه حرج فإن الله قد وضعه عن العباد، ولذلك شرع لهم الرخص الشرعية عند الحاجة إليها، فرخص للمريض أن يصلي جالسا أو على جنب، ورخص للمسافر أن يقصر الصلاة وأن يفطر في رمضان دفعا للمشقة عنه. وهكذا تشريعات الله جل وعلا فيها التسهيل على العباد، وأباح أكل الميتة للمضطر الذي يخاف الهلاك على نفسه. كل هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده. وليس المراد بالتيسير والتسهيل ما يدعو إليه دعاة الانحلال، أن الأوامر الشرعية وأن العبادات فيها مشقة، وأن الناس بحاجة إلى الانفلات منها، ويقولون الدين يسر. نعم، الدين يسر فيما شرعه، ليس الدين يسر في أن يترك وأن تترك، فاليسر هو في اتباع الدين، وأما العسر فهو في التخلي عن الدين، والحرج في التخلي عن الدين. وكذلك يؤخذ من هذه الآيات النهي عن التشدد والغلو في الدين، لأنهما يخالفان ما يريده الله من التيسير ورفع الحرج. والغلو هو الزيادة عن الحد المشروع في العبادة أو في جميع الأمور، الغلو في العبادة، الغلو في الأشخاص، الغلو في تناول الأشياء على غير الضوابط الشرعية، كل هذا من الغلو الذي نهى الله عنه. قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. فالغلو، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو، قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، لنواصل معكم بقية الكلام على هذه الآيات. وبالله التوفيق،
صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.